خطوة رائعة ومميزة باتجاه الترفيهي وإنقاذ العوائل الكربلائية. والله عشتيد العتبة مسويت لنا خوش حديقة. فمشكورة على هيجي مشاريع وربي يوفقهم إن شاء الله. صراحة يعني احنا نفتخر به لأن فد شيء حلو متنفس العوائل. نتمنى من عوائلنا الكريمة زيارة هذه الأماكن والكثير من الأماكن سوف تكتمل والمشاريع المتعددة التي سوف تنجزها العتبتين العباسية والحسينية. هذه الواحة تابعة للعتبة العباسية المقدسة، فهنيئاً لهم على هذا العمل المبارك وهنيئاً للناس بهذه الواحات الخضراء المميزة.